بيت الهنا. بسم الله الرحمن الرحيم، التحية لكم مشاهدينا وحبابكم عشرة في بيتكم بيت الهنا. أطفالنا دايما بنهتم بصحتهم، خاصة لو جاتهم بعض الأمور اللي احنا ممكن ما نعرفها، يعني إذا كانت رشع شوية حمى بنقدر نتصرف، لكن المسألة لما تصل لا قدر الله للدماغ هنا لازم نجيف ويبدأ التخصص يعمل عمله. في تخصص في الشلل الدماغي، ممكن يكون طبي وممكن يكون نفسي. احنا اللي عندهم بعض المشاكل دي هنفرد لهم مساحة علشان نتعرف كيف احنا ممكن نحل الموضوع، وان شاء الله يبلغوا الصحة والعافية اطفالنا. حلقتنا ان شاء الله هتكون مع دكتور ياسر محمد موسى، وهو مختص في التأهيل النفسي والاجتماعي، هيشرفنا بعد شوية. تعالوا نستنى، اهلا بكم. بيت الهنا، اهلا بكم مشاهدينا، وبنرحب بضيفنا اللي شرفنا داخل صالون بيت الهنا، دكتور ياسر محمد موسى، وهو اخصائي تاهيل النفسي والاجتماعي. اهلا ومرحبا، شرفتنا كثير يا دكتور. مرحبا بك استاذ ايمان، ومرحبا بيت الهنا، الله يخليكم ان شاء الله. دكتور، في البدايه لما نسمع عن يعني الشلل الدماغي، ربنا يحمي ان شاء الله اطفالنا كلهم يا رب، اول حاجه ناخذ له تعريف كده. الشلل الدماغي هو نوع من أنواع الإعاقات الذهنية، وهذا المسمى جديد في النوع ده من الإصابة. يعني ما قبل كان بيدخل في ضمن الإصابة بتاعت السحاي، ويصنف ضمن إصابات السحاي. وهو حالة من الشلل المتعدد، ويصيب الطفل في لحظة الولادة. في لحظة الولادة؟ في لحظة الولادة. لأنه هو مرتبط بمستوى الأكسجين المضخوخ للدم. فنجد معظم الأطفال اللي بيتولدوا في ظروف بتاعت ولادة صعبة، أو الولادات القيصرية اللي بتكون نتيجة ظروف صعبة في الولادة، فدي الأكثر عرضة للإصابة بالشلل الدماغي. هذا النقص في الأكسجين بيصيب مراكز محددة في الدماغ، بينتج عنا أشكال كثيرة للشلل الدماغي. يعني له أنواع مثلا يا دكتور؟ في أنواع. في يعني حتى أنواعه إحنا بنقول دائما أنواع الشلل مرتبطة بنوع الإصابة. ففي نوع بيصيب الجهاز الحركي. وهذا النوع من الشلل بينقسم لأربعة أشكال. وده يمكن هو الشائع، لأنه فيه شلل أحادي، وده بيصيب طرف واحد من في الجسم. يعني يليد يليد أو الرجل أو كده. وده ما كثير الإصابة به، لأنه في نوع تاني اسمه الثنائي، ده يكاد يكون الأكثر. والثنائي ده يصيب إما اليد والرجل أو العكس، الجنب الشمال، زي ما الشائع كده بنقول له اللي هو شلل نصفي مثلا. بس هنا بيختلف، مرات ممكن يكون خلف خلاف، يعني ممكن تكون الرجل الشمال مع اليد اليمين. أيوة كيف؟ إضافة لأنه في نوع ثالث اللي هو ده اللي بيسموه نصفي، يعني غير الثنائي. وسمينا نصفي ليه؟ لأنه هو بيصيب منطقة الظهر أكتر، وبخلي الطفل يعني لين العظام لدرجة كبيرة جدا، وحتى في مشكلة في أنه يجلس كبقية الأطفال، وحتى على مستوى السرير وعلى مستوى اللعبة بتاعته، فهو دائما بيكون مستلقي على السرير. الاستلقاء ده يا دكتور معلش، يعني هل هو له علاقه بانه الظهر ناشف مثلا، ولا لين زياده لدرجه انه ما يقدر لين يكون؟ زياده لدرجه. أيوة. انه احنا عندنا له نوع من الـ نوع من الـ من الكراسي بيعتمد على احزمه، الاحزمه دي بتجي بتترابط لغايه ما تلاقي الظهر، وهي نوع من الشداد، عشان الطفل يكون واقف حيله، تشد الطفل على واقف. ودي بنستخدمها كثير في العلاج الطبيعي للنوع ده من الحالات. وهي بالمناسبه يعني الشلل الدماغي يكاد يكون ما معروف لكثير من الناس، لكن هو الإصابة به ارتفعت بشكل كبير جدا. ويمكن يعني الأطفال اللي بيتولدوا خارج الرعاية الطبية، اللي هم المصنفين عندنا بالأطفال المجهولين الوالدين، دي الأكثر عرضة
للإصابة بالشلل الدماغي، لأنه هو بيتولد في خارج الرعاية الطبية تماما. سبحان الله. بيتولد في ظروف بتاعت خوف وقهر وتردد، فبالتالي ما بيكون مهيئ الأم نفسيا للولادة. أيوة. وبيتعرض لهذا النقص من الأكسجين اللي مباشرة بيصيب المخ وبينزل للأطراف. بعده بتشكل أشكال أخرى اللي هي في مركز في المخ بيتولد منه الإصابة بالشلل الارتعاشي. وده نوع ثاني، نوع ثالث. أيوة. في نوع من، يعني احنا علشان نقرب المسألة، في قصة يعني اتمنى انها تكون ان شاء الله قصة ايجابية بالنسبة لكثير من الأسر اللي يمكن يكون في ظرف زي ده حاصل بالنسبة لأطفالها. السيدة ملاك عندها بنتها الجميلة اسمها سبأ عندها نفس المشكلة. تعالوا نشوف قصتها ونرجع نشخص الحالة، الآن الدكتور نفسه هو مشخص لحالتها. تفضل. طبعا في الشهور الاولى زي عمر 4 شهور كده كانت كويسه طبيعيه مع اي شيء. جاها بعد عمر 4 شهور جات بشنيات كده، وكنت ودينا المستشفى وكده، قالوا عندها لازم يشيلوا منها ماء من الظهر. ما اول شيء بس حاجه قالوا ممكن تكون سحاوي، كنت شامله الماء من الظهر اللي هو اثر على السلسله الفقريه. من الزمن كده دي كانت بتاخد في حقن بتاعت التشنيات دي، يعني سنتين هي التشنيات دي معها تجيب دجاج متواصل طوالي. وبعديها ثاني يعني قد تحاولت تسن السنجير والمشي ده كده، قد تنطق على السنجير لا تمشي. يعني بعد يعني كده كانت طبيعية في الشهور الأولى دي، داومت معاه كثير يعني التشنيات دي ومستشفى لمستشفى. يعني مو بتأخر شديد، يعني قلنا ممكن تكون عادي يمكن لقدام رأي ربنا مثلا تمشي، لكن تاني فجأة كده بعد أحمد قاسم ديل في 3 سنة وكده يعني خلاص فقدنا الأمل شديد يعني إنها تمشي. يعني كده الدكاترة التشخيص قالوا ضمور في المخ ورخوعات في العام في العضلات. ما قلت لك جميل طبعا مؤمنين الحمد لله، لكن طبعا هي كيرك ده كده يعني صعبة بالنسبة لها، هي ما سهل علينا مثلا تكون هي كده الحمد لله. الطفل اللي يكون عاجز عن الحركة وعن المشي وحياة زي دي بيكون دار اهتمام كثير، يعني مثلا يعني حتى في أكله وفي شربه في عارفة وش. والله يعني حالة ما صعبة، لكن نقول الحمد لله يمكن تكون امتحان من ربنا، لكن صبر الدائرة كثير. والله بالنسبة للحالة السبب يعني محتاجة حالة كثيرة حياة. والله بعد التمارين والعلاج الطبيعي ده يعني في دار شيشر وكده كانت بتاخد علاج طبيعي وتمارين، فاهم؟ حاولت شوي شوي كده في المشاية بتاعتها بتاعت الناس دار شيشر دي، يعني بتحرك جسمها حبة حبة. 3 سنة وسنتين كده كان ده العلاج الطبيعي، لكن تنسي الدكتور بتاع ابن السالة أبو العيلة دي يعني قالوا كل التشخيصات والصور ذكرت هنا مثلا علاج إلا قالوا برا ما في هنا، قالوا برا السودان يعني الجهاز بتاع الالتواء ده للظهر بتلبس فيه، لكن قالوا إلا برا هنا ما في. يعني بتمنى إنها تتعالج وتجرب الحياة بتاعت العلاج برا دي زي ما الدكتور أشار إنها تمشي تسافر برا ونشوف الإجراءات بتاعتها العلاج بتاع الفحص اللي قالوا برا ده قالوا عليه. بتمنى إنها بعد ذاك إن شاء الله على الأقل تقرا إنها تمارس حياتها كده، حتى كان على عجل وعلى هاي زي دي بعدين اللي قدام. أيوة الله أيوة إلك احنا نتمنى ان شاء الله لسبأ الصحة والعافية، ونتمنى لملاك انه ربنا يعني يخلي لها بنتها وان شاء الله يشفيها لها باذن الله. دكتور انت يعني ملاك او هي اقصد سبأ هي الحالة اللي عندك. نعم. الحاجات الملاحظة شنو من خلال يعني صحتها الان وصلت لها؟ هي سبأ تكاد تكون من الحالات الاخفة في الاصابة بالشلل الدماغي، رغم انها هي عاجزة تماما عن الحركة.
وبتحاول تتلقى عندنا بعض الجرعات التأهيلية، ولظروف حقيقة بتتعلق بالأسرة، ظروف صعبة جدا. وده من الحاجات الصعبة يا أستاذ إيمان، إنه الشلل الدماغي ده بيحتاج عناية عالية جدا، وبيحتاج تفرق كبير من الأم ومن الأب، وبيحتاج مصاريف كثيرة جدا في علاجه، لأنه علاجه متعدد، ما 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 يعني ما زي الأمراض العضوية الأخرى. أيوة. يعني ما جرعة واحدة لحاجة محددة. فإذا كان في علاج كيماوي بتاخد نتيجة التشنج، في تمارين طبيعية بتاع علاج طبيعي كثيرة مفروض تمر. فأسرة سبع إن شاء الله ربنا يديهم الصحة والعافية ويقدرهم، والله بيعانوا معانا شديدة خلاص في في تربيتها وفي رعايتها يعني. ويمكن ده خلى عدد من زملائنا انهم تكفلوا بانه سبع تصني، لان سبع ساكنه في حته بعيده ومركزنا احنا في الخرطوم اثنين عشان تجي من الحاج يوسف، فكانت مساله صعبه. فحتى الحاجه دي تكفلوا بها بعض الناس وكده. بالنسبه لسبع يعني، الحاله دي حاله هي بتعتبر في بالنسبه للي احنا بنشوفه في حالات الشلل الدماغي واللي عندنا، هي حاله اقل اقل أقل حدة. ليه؟ لأنه من الملاحظ أنه سبع بتتكلم، وسبع تتذكر وتفكر، ودرجات ذكاء تكاد تكون عادية وممتازة. عرفتها كيف يا دكتور؟ إحنا طبعاً أخضعناها لعدد كبير من الـ من الـ من التـ من التـ الاختبارات. الاختبارات. إضافة لنا هي طبعاً صديقتنا والناس وبتونسنا بكل شيء. أيوة أيوة. فده في حالات الشلل الدماغي الأخرى. قلت لي قبل الفاصل، قبل يعني احنا شغالين بنشوف، قال لي يا دكتور بانه هي بتقعد وبتحكي بملاحظاتها قويه، صح، وتحكي سيد اللبن ما بعرف كيف كيف، وتحكي كل الحاجات اللي حواليها، وبعدين قدرتها ذاتها للتسجيل في عاليه ما شاء الله عليك. وهي راكده على السرير بتقدر تشوف كويس وكده، فطفله جميله، ربنا يديها الصحه والعافيه ان شاء الله رب العالمين ان شاء الله. انت قلت لي يا دكتور بانه في بعض المسببات ابرزها مساله الولاده نفسها، هل ممكن تكون في اسباب ثانيه يعني للشلل الدماغي؟ السبب المباشر هو الولاده مع ضعف الاكسجين، او الولاده خارج الرعايه الطبيه، او حتى الولاده إذا تمت في العمليات القيصرية، فنقص الأكسجين هو السبب الرئيسي لإصابة بالشلل الدماغي، لأنه بينتج عن نقص الأكسجين حالة من التسمم، وهذه الحالة قد تصيب الجهاز الحركي بالأشكال اللي احنا قلناها اللي بتصل لغاية الشلل الرباعي، وقد تصيب مركز الارتعاش، وتصيب الطفل برضو عدد من أشكال الشلل الارتعاش. وده مرات قاعد يكون في الحالة الواحدة بتلاقى الحالتين. أيوة. أيوة. وده كتير جدا يعني، عندنا حالات يا أستاذة إيمان يكاد عمرها يكون يعني، عندي حالة اسمها هو 27 سنة. السبعة وعشرين سنة هي راكدة في سرير وما في حاجة غير بتشوف بس، سبحان الله، كلام ما في. الأطراف بيحصل في التحور في الأطراف كتير، يعني كل الأصابع دي بتتحول لمصبع واحد، سبحان الله. أو وكذلك في الأرجل زي اللحم كده، أيوة زي اللحام. فبتكون كلها عبارة عن حاجة صغيرة كده، وبتفضل العيون بس والسمع. أحيانا السمع ذاته بيكون ما في. فتخيل حالة زي دي موجودة، لابد تلقى رعاية طبعا، لابد تلقى علاج، لابد تلقى مواصلة مستمرة. نعم. هل ممكن العلاج يكون له تأثير فعال في أنه الطفل يشفى من المرض؟ وهل ممكن يكون في بعض الشيء اللي احنا ممكن نقول عليه نوع مفاعل بالنسبة للأسر؟ ده احنا هنتكلم عليه من ناحية نفسية واجتماعية مع دكتور ياسر، بس لو تسمح لنا بعض الفاصل خليكم معنا. بيت الهنا، بنرحب بكم مرة ثانية مشاهدينا، نتواصل معكم في موضوعنا يعني شلل الأطفال الدماغي، خلينا نقول نوع من الأمراض اللي ممكن أثبت بأنه انتشر بشكل كبير، نعرف مسبباته ونعرف إن شاء الله كيف ممكن العلاج. أهلا مرحبا بك دكتور ياسر. الله يسلمك إن شاء الله. دكتور، بالنسبة لي الأسرة كيف ممكن تتعامل مع الطفل اللي عنده المشكلة دي الشلل الدماغي؟ والله شوفي، هو طبعا أي إعاقة ذهنية
في مرحله صعبه جدا والله يا استاذ عماد. مجرد ما الام تكتشف انه طفلها هذا معاق ذهنيا ويكتشف الاب, احنا دي بنسميها مرحله الصدمه. ودي مرحله مرات قاعد تكون النتائج بتاعتها ما ايجابيه في مصلحه الطفل. لانه الاثنين بيصابوا بصدمه كبيره وبتنضرب امال واحلام حول طفله ونجاي اللي اختاروا له والاسم واللي زبطوا الحاجات, فبتكون مشكله كبيره جدا. فالاعاقه اول ما تصيب الام والابو بشكل رهيب. يعني هم اللي يتعالجوا في البدايه. في البدايه. بعض الحالات قاعد تكون النتيجه انه الاب بيتهم الام بانها جاي منها, الوراثه جايه منها, والام تتهم الاب, وده بيجي خصما على مصلحه الطفل. هل ممكن يكون في تاثير سلبي على الطفل نفسه؟ كثير كثير, لانه هذا الطفل المصاب بالشلل الدماغي هو طفل حساس جدا. سبحان الله. وبقدر ما كان في امان حوله, بقدر ما كانت الحياه بتاعت والدينه مستقره, ده بيقدم حالته افضل وافضل كثير. فعشان كده انا بنصح دائما الاسر بانه اولا لابد ان نسلم بقضاء الله وقدره, نمره واحد. صحيح. نمره اثنين, لابد ان نعرف انه الحاله اللي عندنا هسه هي حاله خاصه, وهي نوع من الاعاقه اللي بيحتاج رعايتنا وبيحتاج حب اكثر من اول وبيحتاج تواصل اكثر من اول. ومين يعرف, يمكن يعني لحكمة يعلم الله سبحانه وتعالى هو خير ليكم ولكل أخوان ولكل الناس. صحيح والله. وده كثير قاعد يحصل والله. صحيح والله. يعني قاعد يكون السبب أسرة مصبرة, يعني أسرة السودانية بتصبر بالقضاء والقدر. يعني أنت قلت لي بأنه الطفل بيكون حساس جدا خلص. هل ممكن يكون عنده نوع من التعبير الخاص يقدر يعبر به وبداخله ما دام هو حركيا ما بيقدر يعبر؟ في شوفي أساليب التعبير كثيرة جدا. أولا طفل الشلل الدماغي إذا كان ما بيتكلم أو حتى ما بيسمع وبشوف بس أو العكس, هو حساس جدا تجاه البيئة المحيطة به. فإذا حس لأي سبب إنه البيئة عنيفة ضده, الأم زهجانة منه, الأبو زهجان منه, أساليب التعبير كثيرة جدا. أولا ممكن يمارس على نفسه شكل أشبه بالانتحار. كيف؟ يضرب عن الطعام, ما يأكل أبدا وما يشرب, ويفضل دائما يعني مقبل على الحيطه وشه ما مع الناس, وما قادر يخلق لنفسه تواصل مع الاخرين. ومن هنا يمكن تزداد حاله العزله والتوحد بالشكل اللي فيه فعلا نفقده تماما. يا لطيف. ده اقصى اساليب التعبير عنده. اما في الشكل العادي هو يضحك ويستمتع بالحياه حوله, بيعبر عن جوعه ببعض الحركات, بيعبر عن الموية, بالذات الموية بيعبر عنها أشبه بالأطفال الصغار, يعني قبضة الشفايف الاثنين, واللي هي دي أصلا في حتى في أطفالنا الأسوياء. فهو بيعبر عن الحاجة دي دائما حتى بصوت من الداخل الحلق, بأنه عايز موية. وبننصح دائما بأنه هو مفروض يشرب موية كثير, يشرب موية كثير وهو موجود. يعني الوقاية كيف والعلاج يا دكتور من الشلل الدماغي؟ طبعا زي اي وقايه من اعاقه استاذ ايمان, تعبي انه لابد الحياه بين الاسره تكون مستقره بين الزوجين. لابد يكون في تفاهم وحب متوفر. غادي يسال النساء يقول لي شنو علاقه الحب, لسه اسالك كنت لكن الحب هو اساس, وهو له علاقه كبيره جدا بالوقايه اطفالنا الجايين, لانه اختيارنا لبعض كان عنده علاقة بين طفنا. صحيح. فما بال نحب بعضنا وعشان ننتج أطفال. فده أولا لأنه حب الزوجين لبعضهم بيعني اهتمامهم بنفسهم واهتمامهم بالحمل, والاهتمام بالحمل هو أولى خطوات الوقاية من الإصابة بالشلل الدماغي. إنك تعالج نفسك على طبيب, التغذية المناسبة السليمة, الكشف الدوري, سلامة الجنين في الداخل, ما أعرضه لأشكال عنيفة في الحياة وفي البيئة, ده كله بيكون وقاية من الإصابة بالشلل الدماغي. فأنا أنصح به جدا الحقيقة. نعم. في ناس بتسأل هل ممكن يكون في علاج للشلل الدماغي أو تحسن نوعا ما من مرحلة تحسن فيه. في تحسن لدرجة كبيرة. في تحسن لدرجة أنه طفل الشلل الدماغي في مستوى من المستويات ممكن يندمج في الحياة عادي. ممكن يندمج عادي, وممكن يعني يكون له يمشي مدرسة مثلا؟ مثلا.
وممكن يكون له مهنة. عندي أنا بعض الأطفال علمناهم صناعة الخرز السبحة. دي حاجة دار لها لكن يا دكتور التركيز شديد ودار لها وأصلاً هي طبعا هي من عالجبات التركيز، يعني أصلا الخرز والسبحة هو من عالجبات التركيز. فعندي بعض البنيات المصابات بالشلل الدماغي برعا في الحالة دي، وللدرجة اللي بيجد دي مهنة وصناعة بتسوق يعني. سبحان الله. فكل ما اهتمينا بمصاب الشلل الدماغي النتيجة بتكون أفضل. النتيجة بتكون أفضل كثير إن شاء الله. يعني للأم والأب اللي ممكن يكونوا طاوين ولدهم أو بنتهم خاتينهم في البيت قافلين عليهم، في بعض الأسر كده بالعكس طلعوهم ودوهم المدارس ودوهم يتعلموا شيء من المية ومن الترفيه حتى بيبقى بالنسبة والاستغلال بالذات. والاستغلال بالذات. بشكرك كثير دكتور ياسر، شكرا لحضورك، ونتمنى إن شاء الله لك ولمركزك التوفيق ولكل الحالات اللي عندك تشفى وتعافى إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. هنتواصل معكم مشاهدينا بعد فاصل قصير، خليكم معنا. بيت الهنا. أهلا ومرحبا بكم مرة تانية، نتواصل معكم مشاهدينا وفقرتنا الجاية تمارين رياضية مع كابتن يوسف. تعالوا نشوف تمرين ونفضل. اليوم هنعمل تمرين مرونة منطق الخصر أو عضلات الظهر. التمرين نبدأ التمرين، وضع التمرين فتح الرجلين دوران من ناحية الشمال إلى ناحية اليمين دائرة كاملة، فائدة التمرين عضلة القصر أو عضلة الظهر الخلفي، ده هو التمرين بالنسبة للمرونة. ولا نقول عليها ليونة. واحد عشرة ضغط دورانات، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشر. أخذنا صايد شمال، نأخذ صايد يمين عكس نفس التمرين، نجيه يمين من اليمين للشمال دوران، واحد اثنين. أداء التمرين حركة انسيابية دائرة كام من تحت إلى فوق، خمس ست سبعة ثمانية تسعة عشرة، ثم ناخذ من الشمال لليمين، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ست سبعة ثمانية تسعة عشرة. ممكن نزيد التمرين من عشرة إلى عشرين، وبحسب نكتفي التمرين ليونة الخصر ولا الظهر. وإلى اللقاء في مرة أخرى بتمرين جديد إن شاء الله. السلام عليكم. شكرا لك كابتن، شكرا على تمارينك اللي بتقدمها لنا. وعموما مشاهدينا نتمنى ان شاء الله الصحه والعافيه لكل الاطفال المصابين بالشلل الدماغي. عرفنا بعض التوجيهات ونتمنى ان شاء الله لهم العافيه. هنأت الشروق دوت تي في ايميلنا نتواصل به معاكم، وان شاء الله بكره لنا مواعيد جديده. نشوفكم على خير والسلام عليكم.
بيت الهنا.